ما اجمع، لكن نقول الاكتواليتي المتعلقه زاده باصحاب المقاهي هو بيان صدر اليوم في الحقيقه، وتحصلنا على نسخه منه البارح، بيان للمطالبه باستقاله رئيس الاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره والصناعه التقليديه بنابل. يقول هو البيان ممضى اصحاب وعمال المقاهي ولايه نابل، هذه تنسيقيه تعملت جديده حسب ما سمعنا، والتنسيقيه هذه قدمت بلاغ ولا بيان للراي العام في عدد من النقاط ناخذ اهمها. يقول البيان: نحن اصحاب وعمال المقاهي بولايه نابل نجتمع بتاريخ 25 جانفي 2021 في وقفة احتجاجية تنديدا بممارسات رئيس منظمة الأعراف بنابل، وأبرزها على سبيل الذكر وليس الحاصل: أولا التراخي والسعي وراء مصلحة القطاع ومطالبه على غرار التفاعل مع الإجراءات المتخذة وطنيا وجهويا وتفاعل مواضيعنا الاقتصادية. اثنين تسبيقة مصلحة الأفراد على المجموعة بإعطاء الأولوية دائما للشرذمة التي حولها من رؤساء غرف وأصحاب نفوذ، من ذلك الأمين العام لغرفة المقاهي، مما أضر بجميع القطاعات وأهمها قطاع أصحاب وعمال المقاهي جراء التهميش والمحسوبية والإقصاء. نقطة ثالثة: مغالطة الرأي العام وإقحامنا في خلافاته مع السلطة الجهوية وفي مشاغل سياسوية لا علاقة لنا بها، علاوة على التخلي على دوره ورمي المسؤولية على غيره. أربعة: منع كل من يعترضه أو يختلف معه من الانخراط في المنظمة في مخالفة واضحة للقانون حتى تبقى له الساحة خالية يفعل فيها ما يشاء. والنقطة الخامسة: التحيل على الانتخابات في مستوى الغرف والمكتب الجهوي بحكم أن كل من يختلف معه لا يمكن أن يكون له أن ينخرط، وبالتالي لا يمكنه أن لا ينتخب. أكيد مجموعة من النقاط. واحد من التنسيقية هي هذه متاع أصحاب وعمال المقاهي ولاية نابل، السيد أيمن حفار معنا على المباشر في التليفون باش نفهمهم شنو هي حكاية البيان هذا وعلاش وشنو العلاقة وعلاش المطلب هذا بالاستقالة رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. سي أيمن صباح نور، مرحبا بك. صباح الخير خويا. البيان هذا شديد اللهجة وتقريبا يعبر عن غضب حسب ما فهمنا من لغة البيان هذا. علاش البيان هذا وعلاش الوقفة الاحتجاجية وشنية الحاجات اللي خليتكم تتحركوا في الوقت هذا؟ والله الحكاية بديت عراينا نحن جماعة القهاوي، كل مرة نقولوا كلمة كل مرة نقولوا كلمة، لنا مين كلامنا مع بعضنا وحابين نوصلوه في احتجاج سلمي على الاخر بلاش حاجة، فهمتني؟ وبدأت الأمور تتصاعد، فهمتني؟ وجاينا كلام من عنده هو، قال لنا قال 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 نحي علينا كلمة قال هذا حسيل ولا كي نوع التهديد يهدوا فينا باش ما نتكلموش. مشينا عملنا بيان وهبطناه، فهمتني؟ وطلبنا باش هو، فهمتني، يستقيل وحده من غير حد شيء. ديجا عطيناه الأسباب اللي فهمتني نحن متقلقين منها. العمل حب يركب على الحديث البارح، عمل فيديو قصير اون ديريكت، عمل حب يركب على الحديث، قال انا معاكم وابنائي ودرشنو. انتوما كاتحاد اعراف شنو الحاجات اللي تطلبوا منهم وما صارتش وما تقدمتش؟ نحن مثلا بدينا في الجاي حلولة متاع الكورونا، مشينا لهم مشيوا للولاية هزونا للولاية حطونا فم يا شنو مطالبكم يسمعونا. هذو مجموعة الاتحاد، ما انت مجموعة الاتكاء. انا معاكم انا درشنو، يدخلوا الولاية فهمتني ويخرجوا، روحناشي نحن وفي الموضوع الكل. معناتها ديما جي وقت اللي نحن نوليو فهمتني في حالة غضب العباد الكل، يجي هو فهمتني يعمل هكا يلقفنا كما نقولوا بونا، وبطبيعتنا الاتكاء هي متاعنا نحن معناتها. اكيد. فهمتني؟ بعد ما يصير حد شيء من الشيء اللي قاعد. البارح مثلا في اللون ديريكت اللي هبطوا هو قال السلطة التنفيذية ما هيش قاعدة، السلطة التنفيذية اوكي متفاهمين معك ما هيش قاعدة، فهمتني، عطتنا حتى صلاحيات. انا انت المتابعة اللي عملتها انت من مارس التو ما عملنا لنا حتى متابعة حسب ما فهمت، اللي هي حسب ما فهمت من كلامك ومن بلاغ تقريبا انه هو صراع واستعملكم انتم حطب للمحرقة متى الصراع هذا. هذا هي بالضبط هذه اللي نحن عملنا حتى نحن فهمتني شاعل بينا الدنيا، فهمتني، وقعد فهم هو الحكايه هذه قاعد يستغل فيها، فهمتني، في مصالحه هو الشخصيه، فهمتني، قاعد يستغل فيها، فهمتني، للعبيد اللي هي معاه.
فما أعضاء ما نجمش نذكر حتى عضو فهمتني متمتعين بها الليتيكا ونحن قاعدين نعانيه. نحن صاير علينا كوارث غير عادية والقطاع بتاعنا مهمش بهي في البلاغ متاعكم ولا في البيان سي أيمن. النقطة الخامسة فيها تهم خطيرة شوية، تقول تحايل على الانتخابات في مستوى الغرف والمكتب الجهوي، كان تفسرنا النقطة هذه. النقطة دي اللي ما يخلي حتى حد يدخل الليتيكا، خاطر أنا واحد من الناس، أنا متسوق قهوة، القهوة اللي متسوقها الباتين ده باسمه لها، كي نمشي غادي نقول له شنعمل بطاقة تأخيرات نحب ندخل في الأم متاعنا نحن فهمتني، الليتيكا يجي يقول لك لا ما تنجمش. فما عبيد فهمتني عايت لهم تو مشينا مرتين وثلاثة واربعة وخمسة، فما عبيد حابة تعمل انخيرات ما نجموش يعملوه الانخيرات هذي. كيفاش فما حد نجمش يعمل انخيرات؟ علاش ما ينجمش؟ بما انه هو الساعة ما عندوش الحق باش هو يقصنا الانخيرات، جملة واحدة اللي قصنا الانخيراتات هو مين المال. الحكاية دي ما نشوفوها جملة، عنا غرفة في جرومبيريا ما نسمعوش بها جملة، تنجم تاخذ تجي وتاخذ اي واحد من الولاد كلهم فهمتني فماشي سمعتوشي بانخيرات، سمعتوشي اللي عندكم غرفة في جرومبيريا، سمعتوشي حاجة، ما تنجم تسمع حد شيء. معناتها القطاع متاعنا نحن مهم، شوفوا فوق من هذاك ما يخليناش نجمو ندخلوا فيه باش نحسنوه. معناتها كي تمشي تعمل انخيرات من واحد تمشي قص انخيرات، ما هو فما شروط، كيفاش تصير الكونفرساسيون؟ هي من الاول يا ما تلقاهاش يا ما عندناش انخيرات، تو يدرى شنو كي تحركنا في مارس حبينا نعملوا، جي عملنا انخيرات لثلاثة عباد ولا اربع بيت فهمني، هاي انت ايش نعمل لك خيرات فهمني بثلاث سنين، انت ايش نعمل لك درشنو كي تمشي له انت مثلا يمشي له واحد اخر من الزواوليه اللي هو نحن اللي مهمشين فهمني، نقول ايش نعمل خيرات ما يعرفكش ما يعملكش خيرات، ما انت الحكايه ولا توجوه. هو لو الخيرات استاذ حق مكتسب لكل انسان يمارس وموجود في القوانين نتاع المنظمه نتاعك المنظمه الام، وبالتالي اذا كان انسان يرفض لك انخيرات تنجم انت تتظلم. لو نحن نتظلموا كي نمشيو، نحن كي نمشيو مثلا بالواحد ونمشيو معناتها كل واحد على روحه، واحد كل واحد شنو يقول له، كل واحد شنو الحاجه اللي يطلع له بها، وكل واحد شنو مثلا البارح انا كي سمع بها باش نعطيك معلومه، انا اللي وصلت المعلومه اللي نحن شنقوموا بوقفه احتجاجيه، ونقول ونعاود ان الوقفه الاحتجاجيه عاملينها سلميه. راه رانا نحن اذا كان بالنسبه لنا نحن اللي عاملين الوقفه الاحتجاجيه فهمتني، رانا العبيد الكل نعرفوا احنا اللي نحن عبيد نظاف وسلميين على الاخر فهمتني، وما حاشناش باش نحن ما عندنا حتى مشكله لا مع الامن لا مع الاتيكا في حد ذاتها لا مع حد شيء. عن المشكله الاشكاليه نتاعنا في الاعضاء المنتخبين اللي عندنا نحن، اللي نحن منتخبينهم، سامحني انا ما انتخبت حتى حد، ممكن انا جديد ما فما عبيد قدم ما انتخبت حتى حد ذات، كيفاش انتخبوا كيفاش قعدوا وظهرنا هذه الحاجه بالوراثه، وليت معناتها كما ولينا كما البلدان الاخرى، معناتها نورثوا نحن الكرسي نورثوا. الوقفه الاحتجاجيه ايمن حفار، المطالب نتاعكم اللي باش ترفعوها في الوقفه هذه، وانتم كقطاع خلينا خاطر تقريبا تحدثنا عليكم مطولا نحن في عديد البرامج والحلقات اللي فاتوا، وشخصيا عندي فكره شويه على القطاع المقاهي، تقريبا الحلقه الضعيفه اللي حتى في الكوفيد لهنا ظهرت الحلقه الضعيفه، تقريبا انتم اللي سلطت عليكم القرارات وتقريبا ونفذتوها بالصفه عليكم، معناتها مجبرين بطبيعه واحتراما وتقديرا منا لاحترامكم للقوانين، زاد هذا حاجه نقولوا نثمنوها، لكن انتم كنتوا تقريبا مسلط عليكم القرارات لانكم انتم في الواجهه، ومعناتها طبيعه الخدمه نتاعكم تفرض انه فما يكون معناتها في المقهى ولا في اي فضاء معناتها برشا ناس، وهذا يؤثر على العدوى يخليها تنتشر، هذاك انتم اللي تم غلق محلاتكم ورفع الكراسي إلى غير ذلك، لكن في المقابل تقريبا ما تكلم عليكم حتى حد، ما فماش تعويضات، ما حد شيء، تقريبا تسهيلات خطر تقريبا البنوك الخطايا الضرائب كما هي عبارة ما عبارة الدنيا عادية. أنا مانيش نحكي على روحي أنا شنو اللي صار فيها يعلم بيك الربي ميسيرش، حكينا خلينا نسمع. أنا واحد من الناس فهمتني مشيت، أنا قاعد جاتني قالوا لنا ترجعوا في الكوفيد الاولاني، قالوا لنا ترجعوا ل 26 الصباح، انا حليت الباب ربي العمل عليك، لقيت كرهبه السيق، جيت كرهبه السيق هزت لي المنقاله نتاع الضوء، مشينا عملنا تدخلات ودرا شنو، جرينا منها قالوا انتم جماعه كوميرسيال ما عندكم حتى امتيازات تتمتعوا بها. هذا 26 ماي اللي فات، ها 26 ماي اللي فات، ايوه جيت فهمتني نحكي معاه،
قال لك انتم اخويا ما عندكم حتى شيء، ما عندنا حتى شيء، معناتها ما عندنا حتى قرار ايش نمشيوا عليه. يا اخويا انتم جماعكم ارتيال تدفعوا. ما نكذبش عليك، درنا في حوالنا فهمتني، وخلصنا الضوء نتاع القهوه، حتى الخدامه وصلوا واشتركوا معايا باش يخلصوا الضوء معناتها باش نبداو نخدموا على رواحنا. جات خدمنا يجي شهر ونص هكيكا، جات الجائحه الثانيه فهمتني، بدينا نخدموا، تلفت لقيت روحي عندي 13 مليون. 13 مليون دين معناها؟ 13 مليون 13 ألف دينار ضوء. ضوء. ضوء أي. جيتش مشيت لهم حبيت نعمل معهم صلح وكذا وبشويه نخلص بشويه بشويه. ما سمعني حتى حد وما حكى معايا حتى حد. مشينا لل قعدنا نجريو. أو اللي تيكا مشينا ما نجمنا نقابلوا حتى حد. مشينا للولاية ما نجمنا نقابلوا حتى حد. رجعنا وحدنا أنا والخدامة متاعي. يا ولدي هديكم زاريونا خلنا نحل ونرجع نخدموا على رواحنا. واحد قال لك ليه ما نجمش تخلص. كملوا قالت الاجراءات تمشي بشويه بشويه، بعثوا لي قالوا لي شنو نهزوا المنقله. تجاهلتها الحكايه هذيا خاطر ما عنديش برتني. نهار انا قاعد وكلمني المولى المحل اللي كاري من عنده معناتها القهوه. قال لي اي مره ما هزوا لي المناقل نتاع الضو نتاع داري ونتاع الحوانت اللي كاريهم ونتاع كل شيء. معناها وسيله الزقه اللي كنتي باش تدفع. صحيح. والحوانت اللي عند الراجل كارينهم ديجا معناتها فما عباد كارين متصوغين كيفي انا. لا علينا في هذا الكل، جينا وليت فهمتني هزيت ضب مرتي باتو باش نجمت نخلص 6 ملايين بالتدخلات. البارح يحكي على تدخلات في الديريكت نتاعو قال يجيونا ونخلصوا 70%. نحن ما نجموش الوقت هذاك باش نخلصوا حتى 10% مش 70%. وغير لذاك الكريم تاع الراجل وغير الخدامه اللي قاعدين يخلصوا لتو ما عندناش حتى، انا مسكر عندي 5 شهور. 5 شهور ما نجمتش نخدم. وياسر مظلمه في الحكايه هذه، ياسر مظلمه. والتعويضات يعني للعمال ولكم انتم ما وصلتش فيه بتاتا. عمري لنهار خذيت 100 فرنك تعويض. اضعف الايمان كي نجي نحكي معهم اول شعار يهزوه يقول لي انت كاري قهوه ما عندكش الحق في الانخراط. وما عندكش الحق باش تتكلم، وانت شكون باش تتكلم؟ يا ولدي انا كاري هاو بوراقيه هاو بدنيتي هاو بكذا. لا يا خويا سامحني ما نجمش، يلزمك تكون ولد القطاع. يا سبحان الله ولد القطاع كيفاش نجم نكون ولا عندي لا انخراط ولا عندي حتى شيء. اي شو معناها ولد القطاع؟ معناها من ثم معهد عالي يخرج ناس من عندك. والله نورمال القطاع يعني عندك باكيندا ولا عندك ولد كوميرس ولا حاجه هكا. هذا ولد القطاع. انا كاري فوند كوميرس. اي. وعندي ما يثبت لي انا كاري فوند كوميرس. اي هذا اللي تنجم تثبته لانه يقع نشره ذاك والاعلان عليه ويكون معلومه واضحه. ماكش ولد القطاع نحب نعرف شو معناها. والله انا ما نعرفش، انا واحد من الناس من ضمن الحكايات اللي يعني ما تكش الخيرات وبعد يقول لك ماكش ولد القطاع. مع الناس تفسير. اي. مع الناس تفسير كي نجيو نحن نحكيو على اي موضوع اللي نحن ناخذوا اجابه من غير حتى تفسير. حسين واحنا توا صوتك بلغ، اي طرف اخر اللي حاب يتدخل عنده تصويب ولا غيره يتفضل، لكن هذا ان دل على شيء دل على الوضعيه بصراحه. يعني انسان ما تعطيش خيلاته وبعد تدخل انت ما تنجمش تتكلم خاطر ماكش ولد القطاع، ثم اشكاليه الحق بخلاف الديون بخلاف غيره معناتها الوضع اللي صاير. الديون هو وديون الملاك وديون التجار اللي بحذاه وسائل متاع سيركوي كامل والتعويضات ما جاتش وكذلك معناها هذه كادو فورس ماجور يسميوه، حاله معناها استثنائيه وحاله كذلك نتاع ظروف قاهره، يلزم حتى ستاج والسوناد وغيره يراعيوا الناس. يراعيوا اولا ساعه يلزم معناتها التسهيل نتاع المساله هذه فيما يخص بطبيعه قال لك 13 مليون كري مازال يا ربي العمل عليه واحد ضوء بخلاف الكري اللي قاعد يدفع فيه الى غير ذلك. واضح يا سيدي، دونك صوتك وصل، شكرا لك، بارك الله فيك، ان شاء الله نلقاو بطبيعه. احنا مازلنا مواصلين مع الموضوع هذايا باكثر تفاصيل، سينو عندكم الموعد مع الاخبار 9 ورجعنا معكم في ساعتنا الاخرى، توصل معكم حتى 10.